النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعادة خلونا الأول نبتدي مع بعض بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها استقبال سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي وفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. كمان تابع سيادته الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء. وأخبار تانية كمان يا مصطفى. صحيح، امبارح أيضا كان في جولة مهمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. وأكد الرئيس دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول. امبارح تابع الرئيس الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة اللي بتعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر. امبارح برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ديميتروس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء. تناول اللقاء استعراض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها لأوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائي بين البلدين. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في إطار جولته الموسعة بمدينة 6 أكتوبر 3 مصانع للقطاع الخاص وأحد مشروعات التطوير العقاري المنفذة بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء إن الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في المرحلة القادمة. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وإنه المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحاً لاستقبال كافة زائريه بشكل طبيعي دون إغلاق، على أن يستمر العمل فيه بالتوازي مع المتحف الكبير باعتباره أحد المعالم الأثرية العالمية. فجولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها افتتاح 3 فروع جديدة للشهر العقاري في محافظة الأسكندرية، ومنها الانتهاء من تبطين 630 كيلومتر من الترع في محافظة بني سويف. كمان يا مصطفى، جامعة بنها استقبلت الفرق المشاركة فيها هاكاثون الحكومة الذكية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها افتتاح 3 فروع جديدة للشهر العقاري، هي فروع توثيق جرين بلازا بمنطقة سموحة، وفرع توثيق رويال بلازا بالمنتزه، وفرع توثيق المنتزه، وده ضمن خطة تطوير مكاتب الشهر العقاري والتخفيف عن المواطنين. في الأقصر أطلق مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت التابع لهيئة الرعاية الصحية فعاليات حملة أدم سليم بالعيادات الخارجية لتقديم الدعم لمرضى السكر وللتوعية بكيفية الوقاية من القدم السكري وتجنب مضاعفاته، مع إتاحة الكشف بعيادة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى. في الشرقية حصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة على المركز الأول في تنفيذ المشروعات عن عام 2022. الفرع قدم قروض للشباب بقيمة 404 مليون و361 ألف جنيه، وتم تمويل 12692 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر. المشروعات دي وفرت 23 ألف فرصة عمل حقيقية للشباب. في بني سويف تم الانتهاء من تبطين 630 كيلومتر من الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للحفاظ على المياه ووصولها إلى نهايات الترع، ونسبة التنفيذ تجاوزت 71% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها واللي بتقدر ب 884 كيلومتر.
أسيوط بتتم أعمال تنفيذ محطات رفع المعابد الشرقية والسوالم البحرية وبني إبراهيم بمركز أبانوب ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز أبانوب بتكلفة 1.5 مليار جنيه. المحطات دي هتخدم 16 قرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في أسوان هيتم إطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون تزامناً مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل خلال الفترة من 15 ل 22 فبراير الجاري. فعاليات الاحتفال بتتضمن تقديم عروض للمراكب الشراعية واللانشات بنهر النيل، وبيشارك في المهرجان 23 فرقة فنية. في شمال سيناء استقبلت مستشفى بئر العبد التخصصي 17 طبيب من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدمتهم مجاناً للمرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. في الأليوبية استقبلت جامعة بنها وفود الفرق المشاركة في هاكاثون الحكومة الذكية خلال الفترة من 11 ل 13 فبراير الجاري، وبلغ عدد الفرق المتأهلة للفعاليات 35 فريق بيمثلوا 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.